اليوم في يوم خاص اللي اسمه المشترك ما بنترك، اللي هو الشراكة بين العرب واليهود في هاي البلاد. احنا في وضع كتير صعب، وضع اللي بتطلب منا ان نرفع صوتنا ونحكي لهاي الحكومة الفاشية انه احنا مش بخير، احنا بدنا سلام، بدنا شراكة بين العرب واليهود، بدنا نوقف الحرب، بدنا نمنع كل هاي الامور العنصرية والفاشية اللي عم تتطور وعم تكبر في هاي البلاد. المزبوط في عنا كتير نشاطات وبشكل دائم ومستمر، تقريبا كل أسبوع في عنا أكتر من نشاطين. قمنا بزيارات للمستشفيات لدعم الأطباء والممرضين والممرضات العرب، وزعنا عليهم ورود لحتى ندعمهم بعد الهجمة العنصرية اللي كانت ضدهم. قمنا بزيارة الأهالي اللي انخطفوا أولادهم وبناتهم في 7 أكتوبر. جمعنا تبرعات لأهل الجنوب، جمعنا تبرعات قبل الحرب لأهل جباليا. بنعمل مؤتمرات دائما لأجل السلام، لأجل المساواة. بنحاول نعمل دائما لقاءات مقربة بين العرب واليهود عن طريق الزوم أو بشكل مباشر كمان، لحتى نقدر نعمل محادثات اللي كل واحد يحكي شو داخله، شو الوضع اللي هو حاسس فيه إسه بهاي البلاد، وبالذات بقضي هاي الفترة القاسية. أهداف الحراك قبل كل إشي، في عدة أهداف. الهدف الأول طبعا أنه إحنا عم ندعو للسلام، ندعو للمساواة، ندعو للشراكة الحقيقية. طبعا من نادي بوقف الحرب، من نادي في صفقة تبادل الأسرى لحتى تنتهي هاي الأمور كلياتها، من نادي بالدعم المعنوي للشعب العربي والشعب اليهودي. الأخير، يعني كيف تقرأين صورة الوضع الحالي في البلاد؟ المزبوط الوضع كتير صعب، كتير قاسي، حزين جدا كمان، مش بس لإنا ولإلهن كمان. يعني كمان اللي صار بسبعة أكتوبر كان كتير قاسي، والرد العنيف اللي ردوه على أهل غزة كمان أقصى كان. اللي عم بروح فيه كتير ضحايا ما لهنش أي ذنب باللي عم بيصير. فأنا بعتقد أنه آن الأوان يكون في تفاوض سلمي لأجل إنهاء كل هاي الحروبات. اليوم اجينا من الجمعية ومن عدة جمعيات بالبلاد تهدف لهدف واحد، الحياة المشتركة. رياضة جدا خاصة مميزة، أولا هي جدا تعزز الثقة بالنفس عند المتدربين، ومنشوف عبر التنس كيف الأولاد ببلشوا يتواصلوا مع بعض، بيشجعوا بعض، عرب ويهود بيضطروا يتعرفوا عن بعض ويتواصلوا مع بعض عن طريق الرياضة. ففعلا منشوف تقدم وتطور رهيب بالتواصل بيناتنا كيهود وعرب مع بعض على الملعب. في إقبال كبير على هاي الرياضة خصوصا في هذه الفترة؟ صراحة خصوصا بالمنطقة اللي احنا موجودين فيها، احنا بمنطقة الجسر الزرقاء، في إقبال جدا كبير. المتدربين عنا بيشعروا بفخر انه هن فعلا بيلعبوا تنس، لانه مرة كانوا يعتقدوا انه التنس هي رياضة فقط للأغنياء، واليوم احنا بالجمعية عم نفتح مجال وعم نسمح لكل الفئات تيجي وتتدرب عنا تنس وتحس انها تنتمي. لأي مدى هنالك تقبل من مجتمعنا لهذا النوع من الرياضة؟ في تقبل كبير، خصوصا منشوف الإشي عند الصبايا، لأنه الرياضة هاي فردية، ما فيهاش كتير لمس، ما فيهاش كتير دفاشة، فيها هيك انفرادية معينة. فمنشوف إنه في إقبال وفي صبايا كتير من مجتمعنا العربي بيحبوا وبتمرنوا. فنعم، في إقبال جدا عالي. إشي طبيعي إنه دائما إحنا بنقدر نحكي عن المجتمع المشترك، لأنه الأشياء المشتركة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي هي أكثر من الأشياء اللي إحنا مختلفين فيها. لازم نحط في بالنا إنه إحنا هون كي نبقى، مش رايحين على أي محل، والمفروض فينا نبني حياة مشتركة وحياة كريمة اللي تكون للمجتمعين بالصورة اللي هي أفضل من كيف كانت حتى قبل. للأسف الشديد الإقبال دائما من المجتمع اليهودي بيكون أكثر. أنا قبل 3 أسابيع كان في عندنا مؤتمر في نحف مثلا اللي عملناه تحت شعار كلنا هنا كي نبقى. نسبة 80% كان مشاركة من المجتمع اليهودي ونسبة 20% من المجتمع العربي. يمكن احنا موجودين كمجتمع عربي في حالة يأس او فيش عنا امل انه شيء يتغير بكل الظروف اللي احنا موجودين فيها اليوم، بس احنا ولا مرة لازم نيأس، لازم نكمل عشان نوصل لحياة افضل ولمستقبل افضل لاولادنا كمان. إجا الوقت إنه إحنا نفكر كيف نعيش بسلام مع بعض وكيف ندور على الأشياء اللي هي مشتركة بيناتنا أكثر من ندور على الأشياء اللي إحنا مختلفين فيها. بالتأكيد يعني في ظل ظروف صعبة، يعني ننوه إن إحنا مبدأنا الأساسي والرئيسي هو الصوت العقلاني،
وأيضا الحق بالعيش بكرامة ومساواة وعدالة اجتماعية، إلا أن يعني الحرب خلق ظروف وتحديات كبيرة. يجب علينا كمواطنين يهود وعرب أن يعني نعرف كيف أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأن نثبت للجميع أننا قادرون على أن نعيش معا، وأن نضحض الأصوات المعادية التي تنادي وتستغل هذه الفرص للتفرقة بين المواطنين اليهود والعرب في هذه البلاد. يعني غياب البنية التحتية في ظل الحرب، كيف تعاملتم مع الملف؟ بالتأكيد لكون يعني القرى العربية في النقب هي في طور البناء وطور إقامتها، بالتأكيد تنقصنا البنية التحتية الأساسية يعني للحماية والأمان في ظل في ظروف الحرب الصعبة التي يعني تطال الجنوب. إلا أن يعني دائما نطلب من الناس يعني تلبية والقيام حسب تعليمات الجبهة الداخلية حتى نتفادى القليل ولو القليل من المخاطر، آملين جميعا في المستقبل أن تكون هناك ملاجئ وأماكن آمنة لحماية المواطنين. يعني السلطات العربية هي جزء من السلطات ككل في هذه الدولة، وكما تعلم الجميع والدولة ككل تمر في حرب، فبالتأكيد يعني عوامل الحرب لها تأثير كبير على مجرى الانتخابات في السلطات المحلية، سواء الظروف وأيضا العوامل النفسية، كون يعني هناك عائلات فقدت يعني أبنائها، فبالتالي أيضا تنعدم الأريحية للمرشحين بأن يعني يقوموا بحملات انتخابية تضمن لهم يعني الفوز في المستقبل. فبالتالي الظروف وأيضا الوقت، كون هذه الانتخابات ستجرى في فصل الشتاء وبالذات في الجنوب، عندما نتحدث عن الجنوب انعدام الطرق، فبالتالي هذا يكون في فصل الشتاء عائق وصول الناس إلى صناديق الاقتراع. فبالتالي عوامل النفسية والحرب والظروف ككل الطقس، هذه عوامل تكون بالتالي تؤدي لسلطات غير جاهزة للانتخابات. سؤال أخير، يعني التعاون بين السلطات المحلية في ظل الحرب، هل نلمس هذا التعاون أو أن هنالك تباعد أيضا بين منتخبي الجمهور؟ نحن نتحدث عن السلطات العربية واليهودية في الجنوب، هناك تعاون وهناك لقاءات بين رؤساء السلطات حتى نؤدي رسالة إلى المواطنين أن هناك في إمكانية للعيش معا والتعاون حتى نعبر ونمر هذه المرحلة. الوضع من ناحية سياسية وعسكرية وأمنية صعب وحرج، ولكن اليوم أهون من قبل شهر وشهرين. احنا نوعا ما عم نرجع على نوع من الروتيني بدون ادنى شك، الروتين بدون ادنى شك انه الاوضاع بتضل اوضاع متوتره. بتامل طبعا انه كل هذا ينتهي ونرجع لحياه عاديه. بالنسبه للتربيه والتعليم والتربيه اللامنهجيه اللي احنا مسؤولين عنها، طبعا المواضيع والميزانيات ماشي عادي، ما فيش اي تقليص، ما فيش اي شيء، عم نشتغل صح وبنشتغل. حتى في بشرى انه احنا اليوم قبل سنة صادقنا على 25 نادي شبيبي، بناء 25 نادي شبيبي، اليوم نتبشر انه اعطينا كمان 18 نادي شبيبي، يعني بالمجموع بده يكون 43 مبنى جديد للنوادي الشبيبي ب 43 سلطة محلية. هذا انجاز كبير، هذا بدل انه احنا فعلا عم نشتغل صح، حتى الاوضاع صعبة بس احنا عم نشتغل من اجل كمان مساعدة ودعم المجتمع العربي. احنا بدون ادنى شك انه الاقتصاد الاسرائيلي كنتيجه من الحرب تضرر، ومنه موضوع الزراعه، فشفنا انه كثير ايدي عامله، ما فيش ايدي عامله، يعني المزارعين ان كان عرب او يهود صار عند النقص بالايدي العامله. فاحنا تجندنا كقسم عربي في اداره المجتمع والشباب، واطلقنا نداء لكل المدارس العربيه، تعالوا جيبوا الاولاد انه ينزلوا الطلاب انه ينزلوا يتطوعوا في هاي الحقول، طبعا لدعم الزراعة عشان الزراعة تضل قائمة. وعطينا الباص من عنا وعطينا كل الشغلات الأساسية، وكان في عنا إقبال واسع، لحديث إسا أكبر أكثر من 20 مدرسة تجندوا لهذا الإشي، كانوا حقول في منطقة كفار يحزكل، بحقول في منطقة المركز وإلى آخره. في عنا كتير طلب مع بداية الفصل الجاي، احنا طبعا بدنا نباشر بهذا الاشي. الهدف انه احنا كمان نعطي شعور للطالب انه هو لازم يتطوع، لازم يعطي اشي للمجتمع،
تنين انه نحافظ على موضوع الزراعة انه ما يضر بالاقتصاد الاسرائيلي ونملي محل الايدي العاملة اللي مش موجودة. عندنا شك انه اسا الوضع شوي حرج، فاللقاءات يهودية عربية بعده بكير لهذا الاشي لانه كل واحد استنفر لجهته، بس احنا من امن انه الحياة المشتركة هي العنوان المشترك في هاي الدولة. احنا كأقلية عربية واغلبية اليهودية لازم احنا نفكر كيف نبني عقد اجتماعي، كيف نعيش مع بعض على الرغم انه في اختلافات، واحنا كمجتمع عربي في اسرائيل اللي احنا عندنا الهوية العربية في عندنا كمان الهوية المدنية، كيف احنا بدنا نندمج بالدولة، كيف بدنا نكون جزء من المواطنة. بدون أدنى شك أنه الموضوع مش سهل، بس إحنا اليوم كوزارة وكقيادة اللي إحنا قيادة تربوية اللي مآمن بهذا الإشي منوجه الأسهم تبعتنا أنه كيف بدنا نبني حياة مشتركة، لأنه إحنا منآمن أنه الحياة المشتركة ستنتصر.